الخبر اللي عدنا عن ضرار الشايب، طبعا ما يعرف من الضرار هو يكون ابو انس الشايب. فقصتنا هي على عمار اللي مثل ما تعرفوا انه هو حاليا داخل السجن اللي كان يضحى بانس الشايب. ما الله يفك اسره يا رب. احنا كنا مانعين نحكي بموضوع فتره طويله، لكن حاولت اتواصل ويا ابو انس الشايب، وعلى حسب الاتفاق القديم انه احنا طلبنا ما نحكي على ضرار ولا على انس وبيسان، بالمقابل انهم يسقطون حقهم على عمار. ولكن ضرار قرر انه ما يتواصل وياي، وقرر انه ينطيني بلوك بعد ما صارت مكالمه هاتفيه بيني وبينه، فتواصلت وياه ولكن للاسف انطاني بلوك. فمن باكر يا حبايب لحظه تنزل فضايح على القناه، عمار راح احطكم اياها بالوصف اللي تحولت للقناه بنيه، هي صديقه العمار راح تصير تضحى بانس الشايب وبيسان. اسمعوا هذه المكالمة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كيفك يا غالي؟ الو، عم تسمعني؟ مين معي عم تسمع؟ انا فهد، اذا بتعرفني. مين ذا؟ صاحب قناة مملكة القصص. مين؟ صاحب قناة مملكة القصص. انت ابو انس الشايب صح؟ يا عم تفضل. ايه حلو، تفضل. اوكي. عمار شو مالك؟ عمار حنين بالسجن بتعرف. فصل مكانه بيجي ليش؟ ومثل ما قلت لكم يا حبايبي، مباشر راح تبدي فضايح انس الشايب وبيسان على قناة اللي هي عمار، ولكن طه البنية، هاي البنية هي صديقة العمار، فروحوا تابعوا القناة وروحوا شوفوا الفضايح. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو نورمار. فنورمار نسى على السبب للإنستغرام شوية ستوريات، وبهذا الستوريات جاب بها صورة لأعضاء الفريق البنات، وعلى من خلال إنه اليوم راح ينزل مقطع الساعة 4 على قناة الجلادين، ومن الواضح تكون فكرة إنه عبارة بالتزلج أو هيك شيء. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فيه بيسان، فبيسان نزلت على السبب للإنستغرام شوية ستوريات ويا أنس الشايب، ولا إنه من خلال إنه قاعدين يصورون المقاطع وأشياء مفاجآت خرافية اليوتيوب. أعطيكم الستوريات شوفوها. شو جاهز؟ بنخلص اللعبة وأروح أخذ بيسان نفطر ونصور لكم شغلات. نفطر ونصور شغلات، وفي عندنا كم شغله كمان لازم كل يوم بتلاني يومي عزنا. بس كيف هيك احلى صح؟ رح اخلي شعرك الفتره هاي. اذا ما رح احط لكم هون تصويت شو اي شعر احلى على انس، اللي هو هيك ولا مثل الكشه ولا مسشور؟ طبعا حبايبي انا قررت هيك اخليه فتره صغيره هيك، فهمت عليك اللي بدي اشوفه ده حلو ولا لا، لاني بصراحه. الخبر الثالث اللي عدى عن المتابعين وتهجمهم على ياسو بسبب خيانتها الريدر، وهي صديقة اللي اعرفها من 5 سنين تقريبا، وبعد ما خفت اسم ريدر من الكومنتات اللي عدها، صاروا يتهجمون عليها بسبب هذا الشيء، واللي تهجم عليهم جمهور وسام، فصاروا يقولون انه هي مثل ما خانت وسام تقص حاليا خانت ريدر، فراحت خفت كلمة خيانة من الكومنتات اللي عدها، فلو نكتب خيانة ونكتب خاين هم الكومنتات، وروح لكلمة تحت الثوانية، عم تفتح تعليق بتعليق الاشخاص لقوا برايي، بما فهم زين راح غير الحساب، عم نشوف اللي تعرف راح يطلع للناس او لا، بما غير الحساب مزنة بعد التعليقات، راح تشوفون التعليق ظهر، اما التعليق الثاني ما ظهر وباقي التعليقات ما ظهرت. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات شركوا بحركة تفاعل كلمة خيانة من الكومنتات اللي عدها. الخبر الرابع اللي عدى عن المشكلة اللي صايرة بين نارين بيوتي وغيث مروان، فاللي ما يعرف شنو صاير انه غيث مروان ونارين بيوتي شالوا الفولو من بعض على حساباتهم بالانستغرام، بالنسبة للأشخاص اللي يسألون عن سبب المشكلة صارت بيناتهم، صراحة ما أعرف، ولكن إن شاء الله يرجعون لبعض ويصالحون بأقرب وقت. وطبعا ما أدري صراحة، يمكن تكون نورسر هي سبب خلاف هذا بيناتهم، أو يمكن يكون لها عيد بالموضوع. على كل اكتبوا لي بالكومنتات يا حبايب شنو تتوقعون سبب الخلاف اللي صار بين نارين بيوتي وغيث مروان وسبب إلغاء المتابعة. الخبر الخامس اللي عدنا عن رد نور ستار على نارين بيوتي. الشيء الغريب اللي سوته، فاول شيء بعد ما نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب اللي كان بيه مونفلوكس ومجموعه من الاصدقاء، راحت مسحت هذا الفيديو بسبب التهجم اللي تعرضت له، وبالنسبه لاخر فيديو نزلته هي اساسا وخفت الديسلايكات واللايكات من عنده، وكل الكومنتات اللي تشوفوها راح تشوفون كله قاعدين يسبوها وقاعدين يهجموا عليها من جيش نارين بيوتي، اللي قاعد يسبوا صار يتهجم عليها، وطبعا يكتبون اسم خمر مار، بعدين روح لكلمه تحت الثواني عم ادفع تعليق وتعليق الاشخاص اللي خورايا، ما بنحفظ من زين، روح لغير الحساب وشوف هل راح يطلع للناس او لا، بما غير الحساب مزين بيع التعليقات، وراح على كلمه تحت الثواني راح تشوفون التعليق ما ظهر ولما تعليق الاشخاص الثانية ظهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه اخفاء اسم قمر مار من التعليقات اللي عدها، وبالنسبه لك شنو تقاس باخفاء الديسلايكات والديسلايكات، وبالنسبه لك شنو سبب اخفاء، وبالنسبه لك شنو سبب اخفاء اللايكات والديسلايكات. وبس وانا وصلت المقطعات من المقطع عجبكم حبايب حطوا لايكات، اتمنى يحصلون لايكات بشكل مو طبيعي، وبس كان اخفاء زي مقطع من القصص، ومع السلامه.